بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل الآن محاضرة الأولى في introduction to the neck. أدي منظر هنا الفيرتيبرال أرتري وهو ماشي، وهذا أرتري زي ما قلنا عظيم وكبير، وهو من الحاجات اللي هتغذي البرين. ماشي في نفس الفورمن ترانسفيرسوريوم، واحد فوق تاني واحد فوق واحد، بيعملوا لي كنال فبيمشي فيها للبرين. طيب ايش اللي يميز الاتيبيكال سيرفايكال فيرتيبرا اللي هي الفيرست والسكند والسيفنث؟ بناخد اول شيء الفيرست سيرفايكال فيرتيبرا، ودي بنسميها الاطلس، وتتميز بانه هي هاز نو بودي، ما لها بودي. ات هاز نو سباينس بروسيس، ما لها سباينس بروسيس، بس لها انتيريور تيوبريكل، لها انتيريور ارش ولها بوستيريور ارش، لها انتيريور ارش ولها بوستيريور ارش. اتس ميرلي كانها رينج اوف بون، وليها lateral mass زي كأنها عاملة يعني transverse process، بس هنا بنسميها lateral mass. وطبعا فيها foramen transversorium واضح، وفيها articular facets طبعا هنا عشان تعمل articulation مع occipital condyles اللي حوالينا jugular في السكال، طبعا اللي هي occipital condyles في السكال، حوالين الفورامين ماجنم، حوالين الفورامين ماجنم الاوكسيبيتال كوندايلز، فهي بتعمل ارتكيليشن اباف مع الاوكسيبيتال كوندايلز، فبتعمل الجوينت اللي اسمه اتلانتو اوكسيبيتال جوينت، لانه هي اسمها الاطلس. لو شرحنا الاسم هنلاقي اتلانتو اوكسيبيتال جوينت، وارتكيليتس بلو مع الاكسس، وبتعمل اتلانتو اكسيال جوينت، وكل واحد بيكون له محاور حركه مختلفه. السكند سيرفايكال فيرتبري اللي هي بنسميها الاكسس، ودي لها يميزها انه في عندها odontoid process، odontoid process projects from the superior surface of the body، ولها small spine. هذه طبعا منظرهم الاثنين الاطلس وال من يوم ما نشوف الodontoid process تعرف انك انت في الاكسس. وهذا طبعا اتلانتو axial joint، وهو بيسمح بحركه الدوران زي ما اخذنا اللي هي دوران rotation of the neck. اوكي، و سبحان الله العظيم على هذه المفاصل انه كل واحد فيهم يتم فيه حركة مستقلة. seven cervical vertebra اللي هي بنسميها vertebra prominence، ودي تتميز انه عندها longest spinous process، longest spinous process، وبنلاقيها ان هي not pivot و can be felt، يعني السباينس بروسس حقها ما بنلاقيه هو في الانقسام هذا، وهو ممكن نحسه، ممكن نحسها نفسها هي دي السباين حقها بنحسه، وحتى في رقبتنا يعني لو حسيت كده من تحت في اسفل الرقبه بتحس، لانه لها اللونجست اطول واحده هي فيهم، اطول سباينس بروسيس هي حقت هذه رقم 7 اللي هي بسموها فيرتبرا برومينانس. اذا الاولى سميناها اطلس، الثانيه سميناها اكسس، السابعه سميناها فيرتبرا برومينانس. ليه؟ لانه لها اطول سباينس بروسيس فيهم، وما بيكون بيفت زي بقيه الايه السيرفايكال فيرتبرا، وكان بيفيلد، وليها large transverse process، وزي ما قلنا الفورمن transversorium بيكون small or rudimentary، transmits only vertebral vein and not vertebral artery. هذه هي ترتيبها سبحان الله كده، بتلاقي أكثر 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 لما نوصل لأطول واحدة spinous process اللي هي vertebral prominence اللي هي رقم 7. طيب نيجي للآن للskin of the neck. أول حاجة نبدأ بيها ونشوفها هي السكن of the neck، وهنا زي ما قلنا ودرسنا قبل كده في محاضرة السكن إنه lines of cleavage or longer lines بتكون هنا runs horizontally or circumferential، فبالتالي الكت في الرقبة أفضل إنه يكون transverse and not cut through the longer lines، بالتالي بيعمل لك bad scar. طيب إيش الكوتينيس نيرف سبلاي فور ذا نيك؟ سكن أون ذا باك أوف ذا نيك سبلايد باي بوستيريور ريماي أوف سيرفايكال نيرفز اللي هو C2 C3 وC4 وC5. أدي هي C2 وC3 وC4 وC5 الدورزر ريماي حقتهم طبعا، لأنه دورزر أنت ورا فهتاخذ الدورزر ريماي حتدي الباك أوف ذا نيك. طيب والأنترو لاترال نيك ايش اللي بيعطيها؟ بيعطيها يا جماعه اغلبهم بيعطيها البرانشز من السيرفايكال بلكسس، وزي ما قلنا السيرفايكال بلكسس هو بلكسس ليه روت معين من C2 الى C4، C2 الى C4، فايش البرانشز حقت السيرفايكال بلكسس اللي بتغذي الانتيريور واللاترال كومبارتمنت اوف ذا نيك؟ عندك واحد اسمه ليسر اوكسيبيتال نيرف، واحد اسمه great auricular nerve، وهذا شفناه قبل كده هو اللي كان بيعطي الانجل اوف ذا مانديبل C2 C3 great auricular nerve، وفي واحد اسمه transverse cutaneous nerve بيجي بالعرض،
وسوبرا كلافيكولر نيرف على الكلافيكل بيقسم لثلاثة أقسام: ميديال وإنترميديات ولاترال. تعال نشوفها مع الصورة هنا. آدي هي اللي جاي بالعرض كده، ده اللي اسمه ترانسفيرس كوتانيوس. ترانسفيرس كوتانيوس يبقى واحد جاي بالعرض واثنين طالعين على فوق، اللي هم مين؟ ليسر اوكسيبيتال ورا الأذن وجريت اوريكولر أمام الأذن، وبيدي المنطقة دي من الفيس وبيدي الأنجل اوف ذا ماندبل. طب واللي نازلين على تحت على الكلافيكل، متجهين على الكلافيكل، سميناهم سوبرا كلافيكولر نيرز، ودول الروت حقهم C3 وC4، ودول بيتقسموا لثلاثة: ميديال أهو موست ميديال، وانترميديت في النص انترميديت سوبرا كلافيكولر، ولاترال سوبرا كلافيكولر. هذول الثلاثة الأقسام حقت السوبرا كلافيكولر. إذا نعيد تاني ورا دورز الريماي خلاص اوف C3 C4 C2 C3 C4 C5، ومن الأمام هيجيكي اللي بالعرض ترانسفيرس كوتينيوس، واللي طالع على فوق جريت اوريكولر وليسر اوكسيبيتال، واللي نازل على تحت سوبرا كلافيكولر، ودي بتتقسم لميديال وانترميديال ولاترال. سهلة دي، هذا كوتينيوس نيرف سبلاي للسكن. طيب شلنا السكن، عندك بعد كده السوبرفيشال فيشيا، ودي عبارة عن ثين لاير وانكلوزز البلاتيزما مسل. والبلاتيزما قلنا من العضلات اللي مزروعه في السكن حق الرقبه، وبتحتوي على طبعا الكوتينيوس نيرفز السوبرفيشال فيشيا. هنا البلاتيزما مسل تعتبر سوبرفيشال لانه ما هي ديب هنا، يعني ديب البلاتيزما في الغالب بتتشال مع السكن. وعندك سوبرفيشال فينز وسوبرفيشال ليمف نودز. شوفوا هنا البلاتيزما دي من العضلات المهمه اللي بندرس لها هنا اوريجين وانسيرشن لانه سوبرفيشال. ادي شكل البلاتيزما بدي الطريقه، وادي الاكشن حق البلاتيزما، يعني اي احد يقدر يعمل كونتراكشن للبلاتيزما بدي الطريقه، من انها تشد الرقبه عند السيدات بالذات، يعني لو عملوا الرياضه دي 10 مرات في اليوم بتشد لهم الرقبه كبار السن. تعالوا نشوف الاوريجين من فين. طالعه من الديب فيشيا كفرنج البكتراليز ميجور اند الدلتويد. فاكرين البكتراليز ميجور حقت الشيست والدلتويد اللي عامله الكونتور اوف ذا شولدر، هذه ماخده منهم اوريجين، ماخده اوريجين ومتجهه اذا للاعلى. اذا الاوريجين من الاسفل الى الاعلى تبع البلاتيزما، ومتجهه للبيز اوف ذا ماندبل والسكن اوف ذا لور بارت اوف ذا فيس. رايحة للبيز اوف ذا ماندبل مع السكن اوف ذا لور بارت اوف ذا فيس. ايش النيرف سبلاي اوف بلاتيزما هنا؟ مين اللي بيعطيها؟ بيعطيها السيرفايكال برانش اوف فيشيال نيرف، بيعطيها السيرفايكال برانش اوف فيشيال نيرف. فاكرين الفيشيال نيرف قلنا لما نحط يدنا كده زي الخمسة اصابع كان من ضمنه سيرفايكال برانش للنيك، فبيعطي موتور سبلاي تو بلاتيزما. ايش وظيفتها؟ تعمل رينكلينج للسكن على النك، بما انها ماسكه كمان في الليب وفي اللور بارت اوف ذا فيس، حتعمل كمان ديبريشن للماندبل. وخليني اقول لكم هنا حاجه، اي عضله يا جماعه تعمل ديبريشن للماندبل يعني بتعمل اوبننج اوف ذا ماوث. فنجمع هنا نعمل بوكس، نقول ايش العضلات اللي بتعمل اوبننج اوف ذا ماوث، وايش العضلات اللي بتعمل كلوجر اوف ذا ماوث عشان ام سي كيو. اذا واحده من العضلات اللي بتعمل اوبننج اوف ذا ماوث يعني depression تساوي كلمة depression of the mandible هي البلاتيزما، أوكي؟ إذا أي عضلة تعمل depression للماندبل، الماندبل هو الفك السفلي، إذا opening of the mouth. طيب إيش كمان بتعمل؟ draws down the lower lip and angle of the mouth. هي ماسكة أكتر شيء في اللور lip، فتنزل اللور angle of the mouth واللور lip إلى الأسفل، draws down يعني تسحبهم إلى الأسفل، هذه عمل البلاتيزما. وهذه هنا شفنا الصوره دي. نيجي بعد كده للسوبرفيشال فينز. في السوبرفيشال فينز هنا اللي موجوده في طبقه النك، في حاجه في منطقه النك انتيريور جوجلر فين. هناخد اثنين بس، انتيريور جوجلر واكسترنال جوجلر. هذه من عائله الجوجلر. اذا عائله الجوجلر عائله كبيره، فيها ديب مهمه وفيها سوبرفيشال، يعني نص ونص الاهميه. الانتيريور جوجلر فين فورمد باي يونيون اوف تو سبمنتال فينز. شايفين هذول الاثنين التو سبمنتال فينز هيتحدوا مع بعض يدينا انتيريور جوجلر فين، فحيكون عندنا انتيريور جوجلر فين سبمنتال من تحت الدقن على طول. فعندنا يمين ويسار، اليمين واليسار بعد ما يكونوا انتيريور جوجلر فين يكونوا سوبرفيشال، بعد كده بيرسينج ذا ديب فيشيا ويصيروا ديب شويه ويروحوا ديب تو ستيرنوكليدوماستويد عضله الرقبه، وينتهوا في الاكسترنال جوجلر فين. شوف كيف اهم هنا دخل في الاكسترنال جوجلر فين واتحدوا مع بعض هنا في منطقه الجوجلر نوتش، واتحدوا مع بعض وعملوا جوجلر ارش. شوف هنا كده جوجلر ارش، اذا هم اسمه انتيرو جوجلر فين مع الانتيرو جوجلر فين اليمين واليسار، عملوا جوجلر ارش في الجوجلر نوتش. وبعدين هم انتهوا فين؟ انتهوا في الاكسترنال جوجلر فين.
إذا كل واحد يمين ويسار انتهى في الاكسترنال جوجلر فين اليمين أو اليسار. إذا لو قلت لك فين انتهى الانتيرو جوجلر فين تقولي لي في الاكسترنال جوجلر فين، والاثنين طبعا سوبرفيشال، لكن الاكسترنال جوجلر فين أكبر قليلا حتى في الحجم من الانتيرو جوجلر فين. الفين الثاني اللي هو الاكسترنال جوجلر فين، ودائما يلخبطوكم هل هو سوبرفيشال أو ديب، هو سوبرفيشال. الديب اسمه انترنال جوجلر فين. وهذا هنخلص بس ده ونقفل الفيديو ده. الاكسترنال جوجلر فين ليه بداية وليه نهاية يا جماعة. البداية حقته كانت كيف، هو أصلا كيف اتكون؟ اتكون من اتحاد البوستيريور اوريكولر فين، اهو بوستيريور اوريكولر فين خلف الأذن، مع البوستيريور ديفيجن اوف ريترومانديبولر فين. هذا الريترومانديبولر فين اللي اتكون من هذول الاثنين، انقسم لبوستيريور ديفيجن وانتيريور ديفيجن. انتيريور ديفيجن دخل في تكوين الكومن فيشيال على الوجه. الآن البوستيريو ديفيجن اوف ريترومانديبولر هيتحد مع البوستيريو اوريكولر فين يعطينا الاكسترنال جوجلر فين. So it is formed by union of posterior branch of retromandibular vein and the posterior auricular vein. فين الكلام ده صار؟ Behind the angle of the mandible. هذه الانجل of the mandible وهذه عملية التكوين صارت هنا. بعد كده بعد ما تكون راح مشي lateral to sternocleidomastoid. هذه هي عضلة الرقبة اللي هي sternocleidomastoid ومشي عليها. وهنا بيكون covered by skin and superficial fascia and platysma. عشان كده بعض الناس بنشوفه ظاهر بالذات لما المغنيين يجوا يغنوا تلاقي الفين هذا عندهم محتقن لأنه superficial فبنقدر نشوفه. بعد كده يدخل بعد ما كان superficial حيصير deep وحيدخل في الروف of the posterior triangle وبيرسينج الديب فاشيا، غير مساره من سوبرفيشال الى ديب عشان يبغى ينتهي في فين ديب. ايش الفين اللي حينتهي فيه؟ الفين العظيم ده سب كليفيان فين. تتذكروا اسمه؟ كنا نقول في الابر ليمب اصلا كان اكزيلري، ولما نعدى من الاوتر بوردر او ذا فيرست ريب صار اسمه سب كليفيان فين. خلاص بعد كده السب كليفيان فين ده حيتحد مع الانترنال جوجلر فين عشان يدينا بريكيوسيفاليك فين. بعدين الليفت بريكيوسيفاليك هيتحد مع الرايت بريكيوسيفاليك هيدينا سوبيريو فينا كيفا اللي هيفتح على الهارت. المسار هذا مره مهم. تعالوا نشوف what are different tributaries of external jugular vein اللي هي المصبات الكتير حقت الاكسترنال جوجلر، واللي لازم نكون عارفينها مره كويس عشان في الام سي كيو حيلخبطوك بين التريبيوتريز اوف اكسترنال جوجلر اند تريبيوتريز اوف انترنال جوجلر فين، فلازم نكون عارفينها كويس. طبعا اول مصبين للاكسترنال جوجلر اللي هم اللي كونوه اللي هو البوستيريور اوريكولر فين والبوستيريور ديفيجن اوف ريترومانديبولار فين، ودول عارفين وهم الاثنين اللي كونوه اهم. طيب ايش المصبات الاخرى؟ في واحد اسمه بوستيريور اكسترنال جوجلر فين، وفي واحد اسمه ترانسفيرس سيرفايكال فين، وفي واحد اسمه سوبرا سكابيولار فين. سوبرا سكابيولار فين من الحاجات اللي برضو حتصب في الاكسترنال جوجلر فين. وطبعا الاخير اللي دوبنا قلنا عليه اللي هو الانتيريور جوجلر فين، هو اهو انتيريور جوجلر فين بيجي ويصب في الاكسترنال جوجلر. فهذه تعتبر المصبات حقت الاكسترنال جوجلر فين، ستة مصبات لازم نكون عارفينها كويس، نكتبها في كرت ونحفظها. هنوقف الين هنا اللي هي طب اوكي خلينا ناخذ السوبرفيشال سيرفايكال ليمف نودز. طبعا بما انه انت عندك احنا في السوبرفيشال هنا فحناخذ سوبرفيشال سيرفايكال ليمف نودز، لانه عندنا ديب سيرفايكال ليمف نودز ما حنشوفها هنا. السوبرفيشال سيرفايكال ليمف نودز لازم تكون ماشيه حوالين سوبرفيشال فين. مين عندنا السوبرفيشال فين المهم هنا؟ هو الاكسترنال جوجلر فين. فهي بتكون موجودة مرصوصة كده يا جماعة حوالين الاكسترنال جوجلر فين، سميناها ايه؟ superficial cervical lymph nodes. طيب بتاخد افرنت من فين؟ بتاخد من الماستويد اللي عند الاذن، من الماستويد خلف الاذن، ومن الاوكسيبيتال lymph nodes، ومن الاوكسيبيتال lymph nodes في الجزء الخلفي من الراس. فدول الاثنين superficial بيعطوها خلاص. طيب وبتعمل هي افرنت، بتعطي افرنت لمين؟ ليمف مصفى، بتعطيه لمين؟ للديب سيرفايكال ليمف نودز. اذا هي السوبرفيشال سيرفايكال ليمف نودز بتفضي الليمف حقها في ديب سيرفايكال ليمف نودز، وهي بتاخذ الليمف من الماستويد والاوكسيبيتال ليمف نودز. وحنوقف الين هنا ونكمل في الفيديو ثاني. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.